تستعد مروه للمشاركة بماراثون الدراجات الهوائية في مدينة الموصل قادمة من العاصمة بغداد برفقة فريق رياضي نسوي، هدفها تعميم هذه الرياضة وخصوصا بين النساء. أنا من بغداد جيت ويا فريق نخلة وطن إلى محافظة الموصل لإداء هذا الماراثون الرياضي النسوي في محافظة الموصل. طبعا شاركوا ويانا أغلب المحافظات وإن شاء الله يتكلل بالنجاح هذا الماراثون. أحب يعني أوصل للفكرة أنه هو ثقافة، وأحب أنه مثلا الكل يعرف أنه يعني حرية هي شخصية واحد يمارسها. أقام فريق نخلة وطن للدراجات الهوائية النسوية سباق ماراثون في منطقة الغابات وسط مدينة الموصل، وتضمن مشاركة نسوية واسعة مع الفرق الشبابية الأخرى. رياضة الدراجة الهوائية صحة نفسية وصحة بدنية، وكذلك هي صديقة البيئة، تقلل الانبعاثات الغازية، فنحبها جدا الدراجة الهوائية. هاي الرياضة تنتشر في محافظة نينوى، هي رياضة هي حلوة، خاصة لعبة الدراجات تعرفك على هواية ناس، تعرفك على عدة مناطق في الموصل. يعد هذا السباق تجربة يمكن تكرارها في المحافظات الأخرى بتعميم ثقافة ركوب الدراجات الهوائية، كونها ظاهرة حضارية يتوجب استغلالها كوسيلة للنقل والرياضة كحد سواء. فريق نخلة وطن النسوي للدراجات الهوائية، طبعا احنا من محبين وعشاق الدراجة الهوائية، اكيد هي يعني نصحى بها الأطباء للصحة البدنية، واكيد يعني غير مكلفه ماديا. صراحه احنا طلعنا هواي ماراثونات في بغداد، وحبينا نشارك هاي الماراثونات في محافظات العراق، واليوم شاركناها في محافظه الموصل مع عدد من بنات فريقنا، تقريبا عددنا 75 نفر، وان شاء الله ان شاء الله نعاود المهرجانات في كل المحافظات. طور هذه الرياضه بالشارع، حتكون ثقافه مجتمعيه بين الاهالي وبين النساء. يعني انا اليوم اركب دراجه هوائيه مو عيب هذا الشيء، اكون مستوره ولبس حلو اقود الدراجه الهوائيه. تسلط رياضة ركوب الدراجات الهوائية الضوء على إمكانية النساء في ممارستها دون خجل أو تردد، وتكسر حاجز الامتناع عنها، وإقامة مثل هذا الماراثون النسوي يفسح المجال أمامهن لتعلم قيادة الدراجات الهوائية واستخدامها بكل حرية. أنس الشرقي من الموصل، قناة رشيد الفضائية. شكرا أنس الشرقي على إعداد هذا التقرير.